سلال. سلال قال لهم سمعوني كشاهد، مال لقيت روحي انا متبوع. وطبعا دخلها لهم نكت الى اخره، هو في حاله بائسه. وقال لهم 28 شهر وما زلنا نتحدثوا على الفساد. هنا المحامي نتاعو سبق وقلنا كدفاع بان هذه التهم غير حقيقيه ولا علاقه لها بالفساد وليس لها اي ادله قانونيه. للاسف الشديد سيدي الرئيس بعد 28 شهر ولا زلنا نتحدث عن الفساد. هذه ريغلومونت كونت، محامي يكلي بعباره اخرى قالها لهم، هذه ريغلومونت كونت وهذه نصف العصابه في السجن نصفها مع تبون. في هذه صدق هما لصوص كلهم. ويحيى لص كبير واعترف هو نفسه في قضيه لينغودور فقط مثلا، من انه استلم 60 لينغودور من عند الخليجيين اماراتيين وباعها ب 35 مليار في السوق السوداء. هذه قطره قطره من بحر الفساد نتاعو باعترافه هو. لكن هما اللي مش عاجب المحامين انه كيف هذا تبون كان رئيس وزراء ما بين او وزير اول ما بين ويحيى وسلال، هو يولي الرئيس وما هذون يولوا في الحبس. مش منطقي. نعم مش منطقي هذا الكلام صحيح. ونقاش طويل، خلينا ما نطولش عليكم، بالك نعود نرجعوا له مره اخرى. حميد ملزي قال لهم انا ما عنديش سكنه ما عنديش. طبعا كلوب دي بان تاعو كله، زيرالدا تاعو كله، كانوا يمدوا فيلات. ورغم بعض خاوتنا تكلموا على الامور هذه كثير من المرات، يعني ممكن تكلمت عليها ناي، يمدوا فيلات لناس لا علاقه لهم اصلا، مش مسؤولين، انما يدوهم فيلات نتاع الشهوات ونتاع الفساد. حولوا فيلات من ظهر الشعب، وهذه الفيلات يعني كاين اللي كانوا يدفعوا اموال ضخمه الى تصح له فيلا في كلوب دي بان. اختي الا تخلي كلوب دي بان خلاص، معناه يتلاقى الوزراء، يتلاقى رئيس الوزراء، يروح يدير معاهم، يعوم معاهم، يلعب معاهم تنس، يقعد معاهم في القهوه، ياكل معاهم في المطعم. انا عارف بعض اللي يسموهم رجال اعمال، كان كاين اللي كان ما يملكش عشا ليله. لما تخلي كلوب دي بان دبر دراهم وقدر يشري حميد ملزي بشكاره كبيره من دراهم واعطاله فيلا هناك، بعد سنوات اصبح ملياردير بالدينار مش بالسنتيم، بمعنى اصبح عنده املاكه بمئات الملايير السنتيمات سنوات قليله جدا. لماذا؟ لانه خلاص كلوب دي بان. فحميد ملزي هذا اللي كانت كل هذه الفيلات يمدها كما يحب، طبعا جنرالات الكبار ووزراء الكبار يعطونهم، لكن الاخرين يمدهم كما يحب، تعامل في قال لهم ما عنديش سكنه، كل ما املك هو سياره. سلال ايضا قال لهم انا نتقن خمس لغات، ولا اللغات اللي يتقنها سلال ولا بطل، درجة هرب عليها، درجة هرب عليه، ما يعرف يتكلم لغة تماما. قبائلية ما يعرفش يتكلمها، هو قبائلي، قبائلية ما يعرفش يتكلمها، هو قبائلي من القسنطينة يعني. واش يقول؟ ورا سلال تاع خمس لغات عجبتني أنا كي هو يتكلم فيها. أنا متابع بجنح التبديد العمدي والاستعمال غير الشرعي للأموال العمومية، منح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقة العمومية. هذا القاضي يقول له سلال أنا أنكر تهم المتابع بها، لست معنيا تماما بهذه القضية. المستشار محقق أحضرني كشاهد، لقيت روحي متابع. ومن بعد يضيف في واحدة منهم يقول له أنا عندي خمس لغات وزوجتي سلال، أنا صافي قدام ربي والعباد. نهضر خمس لغات، وين هو التبديد؟ حتى لو كان جاي يهضر خمس لغات، ما علاقة خمس لغات بالتبديد؟ يعني ما علاقة أنك حتى تتقن عشر لغات بأنك لص يعني. لكن هذا سلاليات يعني. ما هو الامتياز الذي منحته لشركة عمومية؟ العكس، مفروض الخزينة يمدوا لي ميدالية. لم أمنح تمويلا من ميزانية الدولة، سيد الرئيس أنا راني تعبان، خلاص عييت، عندي 46 سنة عمل في الدولة. ومن بعدها يقول وصلوا لا علاقة له بالحكم، وصلوا الممتلكات باب الله يرحمه. زوجتي كانت مديرة بريد ومواصلات ومحاضرة دولية، قادرة تعيشني. سلالي يهضر على زوجته. عندها دار باسمها ولديها شركة فقط. طبعا فريدة سلال ادات نص أراضي الجنوب تمن راست وما جاورها. وكانوا يقولوا على اساس حمايه البيئه، ما حمايه البيئه، واش كانوا يديروا هناك؟ مصادر كثيره جدا، كانوا يحفروا الذهب.
لا حماية بيئة ولا تشجير ولا يحزنهم، داروا لها سير داير بأموال الشعب، والهدف أنها كانت عشرات الآلاف من الهكتارات يروحوا يحفروا الذهب، دخلوا الماشينات يخرجوا الذهب، والذهب يطيروا به إلى دبي أو إلى سويسرا أو إلى مكان آخر. طبعا فريدة سلال وبنتها وأنا موجودين هنا في لندن يعني. وأشياء أخرى، لكن وانت تشوف هنا تعرف أن هؤلاء، اسمعوا ايش كانوا يقولوا هذون، انتم طبعا سامعينهم لكن خلينا نعود نذكروا شوية الناس. اسمع. الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان، عدوان قاتل، لأنها الجزائر برهنت وحدة صفها، وحدة شعبها، وقفنا موحدين في وجه وقفنا متوحدين، برهنت الجزائر. الآن العصابة اللي كان معاها أو اللي لما اختلفت هاي خرجاته في حوالي 20 قضية، لا 20 محاكمة بالحقيقة، كل محاكمة فيها عدة قضايا، كما هذه فيها 4 قضايا ولا 5 قضايا. وانطق بلسانه هو أنه تلقى 60 لانجودور وباعوا 35 مليار في سوق المارشي نوار. في الحقيقة تاع هذيك 60 لانجودور كانت رسالة خوفهم بها، نفضحكم كامل، ولذلك نقلوه من العبادلة اللي كانوا أنصلوه هناك إلى حولوه إلى إلى فيلا أو إلى شقة محروسة في وهران، ثم يبدو الآن في العاصمة يبدو. لكن كانوا يكذبوا على الناس المقاومين والمعارضين اللي كانوا يقولوا لهم راكم مدين البلاد للخراب، راهي البلاد راكم تسرقوا في البلاد، كانوا يتهموننا بأننا أيادي خارجية، عملاء كذا، عملاء فرنسا، عملاء إسرائيل، عملاء تركيا، عملاء قطر، المغرب، الناتو. هذو اللي كانوا يطالبوا بالعدل، بدولة القانون، بدولة مدنية، بالشفافية، كانوا يتهموننا عملاء. من اللي ظهر عميل بالحق بالدليل، مع أنه ما زال حكمهم قائم، إنما صارت من الحراك زعزعهم، ضعضعهم، خلطهم، فوصلوا إلى هذا. وما زال، وكل اللي راكم تشوفوا فيهم اليوم مسؤولين كبار، يوما ما ستجدونهم هناك، لكن هذو اللي راهم الآن على الأرجح يكون الشعب يحاكم فيهم، لكن ممكن جدا بيناتهم، والبلاد محمولة على كل الاحتمالات. خلينا نشوفوا الآخر كيفاش كان يقدم البلاد. مساعد يقول لي السينيال كبير في اليوتيوب، ما متوقع، متوقع كل ما نفضحوهم ونكشفوهم، كان حتى في الفيسبوك على كل حال، لكن هذا متوقع. خلينا نسمعوا شوف البلاد برك للتذكير، أو بعض الشباب ربما اللي ما تبعوهاش. رجالكم تنوضوا الصباح على صباح ربي، قال ما كاش قهوة، رحت فوتي. واللي ما يفوتيش عطوه بالعصا. وباش تكونوا كل واقفين إن شاء الله نهار الخميس. وبعدك لما تكركش رجلها هانا ندخلوا فيها، ورانا كل مع بعضنا بعض حتى تدينا الموت، ولكن ما تديناش الموت قبل ما نبنيو دولة قوية ونساء فرحانين ولاد فرحانين وجزائر مزاهرة. دونك نقول للسيدة سامية زيد لكم الموسيقى باش تشطحوا شوية. لكن عندي الوقت نشطح، بصح على الأقل الوقت دامني على خير. ما عندوش الوقت باش يشطح، الوقت داهمو، ويقول السيدة سامية زيد لهم الموسيقى باش يشطحوا ونبنوا دولة، دولة بناوها. ايا ما نزيدش عليكم. اي